السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ طيبين شباب؟ ايش هذا؟ ها قارورة، ها قارورة فاضية، ها ايش؟ ايش هذا؟ نفايات. ايش هذا؟ بلاستيك. ها ها بلاستيك. ايش ده؟ طيب لك وجهة نظر اختراع بشر. طيب لو تخيلنا ان هذه هي الحياة، هذه هي الحياة وكل ما نمر به في هذا، تخيل كده معاك، لو نقلنا كل ما في هذا الى هذا، هكذا يأتي الإنسان فارغ بدون أي شيء تؤثر فيه كل شيء، يبدأ ويستمر 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 إلى أن يصل إلى النهاية، ولكن يحتاج إلى شيء. كل فترة من فترات حياته تحتاج إلى أن تنقذ هذا في هذا. الفكرة كلها إن الإنسان مليء بالهموم والمشكلات والضغوط، إذا لم يكن هناك تفريغ لكل هذه المشكلات والهموم سقط الإنسان إلى هوية أو إلى اللاهوية. فبالتالي النهاردة هنتكلم عن عجلة الحياة، إيه الذي يمكن أن نفعله حتى يمكننا أن نستمر ولكن بقوة، حتى يمكننا أن نكون كالبن ولا نكون كإيه؟ كالبطاطس أو الجزر، وفي نفس الوقت نستكمل ما بدأه المدرب هشام الرداد، ونقول أننا كلنا في خرائط، ولكنها ليست خرائط ذهنية، ولكنها خرائط الحياة أو عجلة الحياة. لو جيت سألت سؤال ارفع دماغك لورا كده، ارفع دماغك لورا، ارفع دماغك لورا، راجع كرسي، دماغك لورا، ها غمض عينيك، غمض عينيك، غمض غمض، اذكر لي اسم شخص تعرفه تماما وانت مغمض عينيك يستطيع تغيير حياتك وتزويدك بكل المستلزمات التي تؤدي بك لمواكبة الحياة وانت مغمض عينيك. ها اللي فكر في الشخص ده يرفع عينيك سريعا، ها اللي فكر في الشخص ده يرفع عينيك، ها ها اتفضل. رب العالمين. رب العالمين تمام. ها ها نفسك. ها نفسك انت رب العالمين هو رب الكون، هو رب كل شيء، ولكن انا عايز شخص، شخص اخونا قال انا نفسي. انت الوحيد اللي تقدر تغير من نفسك، انت الوحيد اللي تقدر تقول انا حياتي ستستمر بقوة ليست بضعف. تعال كده نشوف ان التغيير عملية طبيعية وبتحصل في كل وقت. مين فينا كان في اتجاه وراح الى اتجاه اخر؟ ها تمام. اثنين، ثلاثة، اربعة. مين فينا كان في خمسة، ها ستة؟ كل واحد فينا ممكن يكون ماشي في اتجاه ولكن يذهب الى اتجاه اخر لسببين. اما ان الظروف هي ما تؤدي الى هذا وهذا يكون ناتج عن ضعف، واما يكون هو نفسه هو من سعى الى هذا وده ناتج عن قوه. اما اجتمعت الاثنين فادى به من ضعف الى قوه. اذا استمريت بعمل ما تعمله دائما ستحصل على ما تحصل عليه باستمرار. الروتين اللي انت بتقوم بيه كل يوم
هيؤدي بك الى انك تحصل على ما تحصل عليه كل يوم. لا تكذب. من انا؟ من اكون؟ من ساكون؟ هذا لابد ان يكون هنا ثم يخرج الى مهاره. خلينا كده نشوف. لازم تحدد مكانك. انت فين؟ كل واحد هو قاعد كده يشوف نفسه هو فين من الجانب النفسي. هل انا هارب؟ اي مشكله بتواجهني انا بهرب منها، مش مهم ان انا افكر فيها واقول مشكله وحطمها. وهذا نوع من انواع الشخصيات موجود معانا هنا، وعلى فكره موجود داخل القاعه كل هذه الانواع. نوع ثاني من نمط الشخصيه مستسلم، تقف قدام المشكله تقول خلاص انا مش هقدر اعمل كده. اذا واجهتني الظروف موجود، طيب تمام، اذا واجهتني الظروف خلاص انا هستسلم اليك مهما كان، لا اقاوم ولا اسعى لتغيير هذه الظروف. النمط الثالث بقى المدافع، مهما كانت ظروفه هو مدافع عن نفسه فقط، حتى اذا كان عن خطأ او ان كان عن صواب. اما النوع الرابع فهو المستثمر، المستثمر في نفسه، المستثمر في قوته، المستثمر في ظروفه، من يحول الضعف الى قوه. من فينا مش عايز يكون مستثمر؟ ها مين فينا مش عايز يكون مستثمر؟ مفيش حد، كلنا نسعى الى الاستثمار في انفسنا حتى يعود على من حولنا بالقوه. كل واحد قدام ورق، كل واحد قدام ورق. طبعا ها طلع ورق دكتور. ها كل واحد قدام ورق، اكتب على الورقه دي يا اسطى. كل واحد يكتب على الورقه دي يا اسطى، اكتب على الورقه يا اسطى. حد يعرف قصه الحديد؟ قصه قضيب الحديد. لو جينا فكرنا وقلنا على قضيب الحديد، قضيب الحديد له عده اشكال. لو جينا جبنا ان قضيب الحديد خام، ماده خام، تفتكروا ممكن يكون ثمنه قد ايه؟ كام ريال؟ قطعه من الحديد ثمنها كام ريال؟ لا ليها ثمن كام مثلا؟ 10 ريال، 20 ريال، 100 ريال. إذا حولنا هذا الحديد، الحديد إلى تصنيع، ممكن نصنع منه إيه؟ ها؟ سيارة. ممكن يكون ثمنها كام؟ 60,000، 100,000، ممكن يصل ثمنها إلى مليون ريال، صحيح؟ فإذا الإنسان صاروخ ممكن يصل ثمنه إلى كام؟ ها؟ ها؟ 100 مليون، 200 مليون، 300 مليون، ممكن يكون، ممكن نصنع منها ايش تاني؟ المادة الخام هو العقل البشري. من الممكن أن يترك هكذا، يجلس هكذا، ومن الممكن أن يكون في أعلى المستويات البشرية. في عجلة الحياة العقل لا يترك للظروف. خلينا كده نبص نقول إيه عجلة الحياة ومكوناتها، وفي مقياس كبير يحتاج إلى برنامج تدريبي كامل عن عجلة الحياة حتى يمكن أن ترسم عجلة الحياة. ممكن بعد البرنامج إن شاء الله اللي محتاج المقياس أنا أرسله له خلاص، ويحله ويرسم لنفسه عجلة الحياة. عجلة حياتك لابد أن تكون هناك موازنة ما بين كل الأمور التي تتمناها في حياتك. اكتب معايا كده الأمور اللي المفروض أن يكون فيها موازنة. أول جانب هو الجانب العائلي أو الأسرة، هو ده أهم جانب. هل أنا فعلا بدي للجانب العائلي ده كل المتطلبات المطلوبة؟ هل ولا مش ولا لا؟ في مجموعة من الأسئلة كتيرة من المفترض أن تسألها لنفسك. هل أنا فعلا بسمع كلام والدي؟ هل بلتزم معاهم؟ هل أي متطلب بيطلبوه هل أنا بعمله؟ هل أنا بقول والله أنا هخصص يوم في الأسبوع حرمي جوالي في الغرفة وخلي هذا اليوم مع عائلتي بدون استخدام جوال او اي وسائل من وسائل التواصل؟ الجانب الثاني الجانب الروحاني. هل انا بصلي؟ هل انا بصلي فعلا ولا اتذكر اي شيء يدخل كده؟ هل انا بقوم بالفرائض كامله؟ هل انا بقول والله انا اليوم هكمل النوافل كامله؟ هل بتصدق على الاقل مره كل اسبوع او مره كل شهر؟ الجانب الثالث هو الجانب الصحي. هل انا مهتم بصحتي ولا ما بهتمش بصحتي؟
هل انا ملتزم ان انا مش باكل غير الاكل الصحي ولا لا؟ هل انا بمارس الرياضه؟ هل انا بمشي؟ هل انا بشرب 3 كوبايات ميه في اليوم ولا لا؟ الجانب الرابع هو الجانب الوظيفي. هل انا اهتميت ان انا اسعى لتنميه نفسي في مجال دراستي؟ رحت قرات كتب غير الكتب الدراسيه؟ طلعت على مواقع انترنت جديده ولا لا؟ عرفت اشياء جديده ام لا؟ الجانب الخامس هو الجانب الشخصي. هل نميت في نفسي ولا ما نميت في نفسي؟ اخذت برامج تنميه بشريه ولا اخذتش برامج تنميه بشريه؟ عملت كام ساعه تطوع؟ هو ده الجديد، هو ده التخصص الجديد، هو ده مهارات القرن 21. الجانب العلمي، هل انا اعرف غير اللغه الانجليزيه اللي انا بدرسها ولا انا اعرف اشياء ثانيه؟ لو حد كلمني في السياسه، لو حد كلمني في الرياضه، لو حد كلمني في الثقافه، هل ممكن ان انا ارد عليه ولا لا؟ الجانب السابع هو الجانب الاجتماعي. هل لي علاقات اجتماعيه؟ هل لي اصدقاء واعرف ان انا احافظ عليهم ولا لي كم كبير من الاصدقاء ولا استطيع ان انا احافظ عليهم؟ اخر جانب هو الجانب المالي. هل انا برسم خطتي للمستقبل باسس علميه، حاطط لنفسي خطه اقدر ان انا امشي عليها ولا لا؟ ارسم عجله حياتك من خلال مجموعه اسئله جاوب عليها، اسئله انت ممكن تضعها وتجاوب عليها وترسم عجله حياتك. هل تحب ان تكون عجله حياتك بهذا المنظر ام تكون عجله حياتك بهذا المنظر؟ ها اليمين ولا اليسار؟ اليمين. ها اللي عايز اليمين ولا اسعى لتطوير نفسك من خلال الاتزان في عجله الحياه. سعدت بيكم جدا، اتمنى ان شاء الله باذن الله